كتير مننا مش بيعرف يختار البنطلون الجينز بتاعه صح، او بنختاره بشكل معين وبعد ما نروح البيت بنحس ان هو مدخلنا او معرضنا او كل المشاكل دي. في الحلقه دي انا هقولك على شويه تيبس ونصايح لو عملتيها هتظهري باحسن شكل ممكن في البنطلون الجينز. ولو دي اول مره تشوفيني انا سماح نبيل فاشن ستايلست وبلوجر. الجينز بتاع زمان مختلف شويه عن الجينز بتاع دلوقتي. زمان كنا بنحس ان الجينز صافي جينز صافي بس، لكن دلوقتي بيدخل عليه ماتيريال ثانيه زي الاسترتش والاليستيك والحاجات الثانيه دي. فقبل ما اقولك على النصايح هقولك على طريقه غسل البنطلون الجينز الاول عشان دي مهمه جدا. اول حاجه البنطلون الجينز لازم يتغسل على درجه حراره قليله جدا، يعني اقل درجه عندك في الغساله اللي هي 30 لو انت هتغسليه في الغساله، ولو انت مش هتغسليه في الغساله يبقى في الميه الفتره بتاعتنا العاديه. وتاني حاجه لما تيجي تنشري البنطلون الجينز يستحسن ان احنا ما نحطهوش ما نتنيهوش كده على الحبل، لا ننشره بعرض المنشر، يعني تفرديه على عرض المنشر. ولو انت مش متاح عندك الاوبشن بتاع ان انت تنشريه بعرض المنشر ممكن نعلقه على شماعه ونحطه في مكان التهويه فيه كويسه قوي، لان البنطلون الجينز لو اتعرض لتانيه او لكسره او كده هتحتاج ان انت تكويه، ولما بتكويه الماتيريال اللي داخله مع الجينز بتسيح، يعني مش بتسيح يعني البنطلون بيسيح، لا بتحسي ان الشيب بتاع البنطلون نفسه اتغير. يعني انا مثلا كنت شارياه كويس قوي والشيب بتاعه مظبوط قوي، فجأة لقيت ان الشيب بتاعه وسع، ان هو مثلا خد شكل الركبة ومش عايز يتفرد او مش عايز يتظبط، كل ده عشان بيتعرض لدرجة حرارة عالية زي مثلا المكوى وزي الشمس. في كات كده او قصة في البناطيل الجينز بتليق على كل الاجسام اللي هي الستريت جينز، وهيظهر دلوقتي صورة معاكم. الستريت جينز بيبقى مظبوط من عند الويست والارداف ونازل سنة على واسع والرجل ضيقة شوية. الستريت جينز مناسب قوي لو انت جسمك اي جسم من الاجسام، بس لو عملتي الحاجات اللي انا هقولك عليها دي. اول حاجة لازم نخلي بالنا كويس قوي من الخطوط الرفيعة اللي بتبقى عند الجيوب فوق، وبرضه هتظهر معانا في الصورة عشان كلامي يبقى اوضح. الخطوط دي بتديني مساحة بالعرض، يعني بتفتح معايا منطقة الارداف وبتوسعها قوي. ممكن تختاري الكات مثلا تكون مناسبة قوي عليكي بس فيها غلطة من الغلطات دي، فتحسي ان هي يعني مناسبة وفي نفس الوقت فيها حاجة غلط. والحاجة التانية ان لما نجيب البنطلون الجينز بتاعنا سواء احنا هنلبسه كاجوال او كلاسيك ممكن نجيبه كله لون واحد، بلاش نجيب الجينز اللي هو بيبقى مثلا من على الجناب غامق وفي النص فاتح، دي بتبقى مش لطيفة خالص. اولا المساحة الفاتحة اللي في رجل البنطلون الجينز بتأثر لي مساحة رجلي، يعني لو انا حد قصير ما ينفعش اعمل كده خالص، بس لو انا حد طويل زي اللي في الصورة دلوقتي فدي هتبقى مناسبة جدا، القصة دي مناسبة جدا ليها، او الشكل اللي في البنطلون الجينز ده مناسب جدا ليها. وكمان اللون الفاتح ده بيديني مساحة في الرجل واسعة فبيبان برضو ان انا اعرض. جيوب البنطلون الجينز مهمة جدا بالنسبة لنا، يعني مثلا ما ينفعش اجيب جيوب صغيرة تديني مساحة عريضة جدا في الارداف وبتوسعلي المنطقة وبتبان ان هي اضخم، وما ينفعش برضو اجيب جيوب مش مظبوطة من خط النص اللي بيبقى في البنطلون، لازم اخلي بالي ان الجيب يكون مظبوط، يعني المساحة متساوية ما بين الجيب وما بين خط النص وما بين الجيب التاني وما بين خط النص. وكمان اخلي بالي ان الجيب ما يبقاش نازل لتحت قوي لان ده بيدي شكل مترهل للظهر والارداف. واخر حاجة هقولها لك ان الجيب بيفرق جدا في مساحة الارداف، فلازم يكون في منتصف المساحة ما بين الويست واخر منطقة الهيبس. الفلير كات كمان مناسبة لمعظم الاجسام، وهي حقيقي بتعمل بالانس بين الجسم فوق وتحت، بس اهم حاجة اخلي بالي منها ان انا ما اجيبهاش يكون فيها تقطيع او فيها حركات او مثلا فيها الخطوط الفاتحة زي اللي انا قلت عليها او الخط الفاتح اللي بيبقى في منتصف الرجل. غير كده الفلير كات مناسبة جدا وبتظبط شكل الجسم قوي وبتديني بالانس حلو قوي في الجسم. لازم نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا وهي ويست البنطلون الجينز. انا عندي 3 مقاسات للويست، وهي الهاي ويست واللو ويست والميد رايز او الميد ويست. طبعا اللو ويست خلاص يعني انتهى ومت وخلصت من زمان، ومش لطيف خالص لو انت جسمك كم متر او تفاحة، ولو انت بتحبي تلبسيه فشيليه من دماغك، لان اللو ويست مجرد ما بتقعدي بيبرز حاجات احنا مش بنبقى حابين ان هي تبان زي البطن وزي الجناب، بلاش نتكلم اكتر من كده. والمقاس التاني اللي هو الميد رايز او الميد ويست، والميد ويست مناسب لكل الاجسام وحقيقي بيعمل بالانس حلو قوي في الجسم وبيبان ان انت جسمك متناسق جدا مع بعض. اخر مقاس معانا للويست هو الهاي ويست او الهاي رايز، وهقول لك على تريكه لازم تخلي بالك منها كويس قوي لو انت قصيره. لو انت الجزء اللي فوق من جسمك قصير او الجزء اللي فوق يعني من جسمك اقصر من الجزء اللي تحت، لازم تخلي بالك قوي او يعني يستحسن ما تلبسيش هاي ويست، لان الهاي ويست فكرته ان هو بيطول من تحت قوي،
فانت اوريدي عندك مساحه طول في الجزء بتاع جسمك من تحت، فتلبسيه هيبقى انت بوظتي الدنيا خالص وعملتي نظريه التلت والتلتين، ودي مش بتبقى لطيفه قوي. فافضل حاجه ليكي لو انت قصيره البسي الميد رايز او الميد ويست، والهاي ويست مناسب جدا للساعه الرمليه والجسم الكمثرى لو هو كمثرى على طويل. وطبعا الجينز بتاعك كل ما كان اغمق كل ما كان رايح شويه ناحيه الفورمال او الرسمي، وكل ما كان فاتح رحتي شويه ناحيه الكاجوال. ولو انت بتشوفيني من كذا حلقه فانا ما عنديش فكره ان الغامق بيرفع وان الفاتح بيتخن، انا عندي فكره ان انت كل ما اخترتي الحاجه المناسبه على جسمك هي دي الافضل ليكي. يعني انت ممكن تختاري كات مثلا حلوه قوي وغامقه بس هي مش مناسبه ليكي، فانت فاكره ان الغامق ده هيرفعك وبعدين تحسي ان البنطلون ليه مش مظبوط عليا او ليه مش مرفعني مع ان هو غامق، لان الفكره دي غلط. انت ممكن تختاري الكات المناسبه ليكي قوي وتكون فاتحه وفي نفس الوقت مش هتبين الديفوهات بتاعتك لان انت مختاره المقاس الصح والحاجه الصح ليكي. واخر نصيحه هقولها لك ان الجينز قطعه اساسيه جدا في دولابك، فما تروحيش تشتري الجينز اللي فيه حركات او مقطع او عليه رسومات لان مش هيناسب مع معظم لبسك. اشتري الجينز اللي يكون ساده خالص وتفادي كل الاخطاء اللي قلنا عليها، وحاولي تستثمري في الجينز بتاعك وتجيبيه غالي شويه، هتاخدي كواليتي احسن وهتاخدي عمر اطول. ودي كان اخر حاجه عايزه اقولها لك في نصايح البنطلون الجينز، واستنيني في فيديو جديد وفكره جديده.